جمع الجيوشي اللي هو لو حد ماشي كده في صلاح سالم قصاد القلعة على طول على جبل المعطم ده الحقيقة إيه من قوله من سنتين ثلاثة كده لأنه راح واخد إيه فرشة كده وفرشة كده أبيض جير أبيض. أنا استغربت الحقيقة لأن ده من عمر الدولة الفاطمية وكان يعني المفروض أنه يرمم يعني. ده جامع الجيوشي أو جامع أمير الجيوش بدر الدين الجمالي اللي جه أنقذ مصر أيام الشدة المستنصرية أيام الخليفة المستنصر.